بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تبا للتقنية إن كانت تصلنا إلى هذا الحال، وتبا للذين يحملونها من هتك الأسار وهتك الأعراض والتعدي على الآخرين. هكذا بلغ الاستهتار بالشباب اليوم حين أساءوا الأدب ولم يراقبوا الله في مثل هذه التقنيات. جاء الشباب وتبا لأمثال هؤلاء الشباب، بدل أن ينقذوا بنيات المسلمين بدأوا بتصوير بنيات المسلمين على حالات لا يعلمها إلا الله. هذه تكشفت وهذه تعرف وهذه سقطت وهذه حالها لا يعلم بها إلا الله. وبدل أن يستر أبناء المسلمين على المسلمات بدأوا بتصويرهم. اتصل علي أحدهم ليلة يبكي يقول لي هذا باكيا، بينما أنا أقلب على صفحات الإنترنت وجدت صورة أختي على صورة مخلة للأدب. هذا الذي صورها أيرضى أن تكون أخته؟ أيرضى أن تكون قريبة من قريباته؟ ماذا أصابنا وبدأنا نفسك أعراض المسلمين في كل مكان بكاميرات وتصويرات ما أنزل الله بها من سلطان؟ مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الجوال لفضيلة الشيخ خالد الراشد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، التقنيات نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، من سيارات وطائرات ومراكب ودراجات، ومن هذه التقنيات أيضا شبكات الإنترنت والجوالات وكثير من مستحدثات هذا القرن. هذه التقنيات من أعظم نعم الله علينا إن عرفنا كيف نتعامل معها ونستخدمها للاستخدام الصحيح. هذه التقنيات من أعظم نقم الله علينا إن لم نتعامل معها ونستخدمها للاستخدام الصحيح. أما ترون أن لا غنى لنا عن السيارة؟ فبها نغدو وبها نروح وبها نقطع المسافات، فهي نعمة من نعم الله. لكن لما أسيء استخدامها وأصبحت للغدوة والروحة في معصية الله، وأصبحت لقطع الإشارات والتفحيط والتطعيس والسرعة الجنونية، أصبحت من النقم التي أودت بالمجتمع إلى الهلاك. وهكذا كل تقنية من التقنيات سلاح ذو حدين، إن أسأنا الاستخدام أصبح سلاحا ضدنا، وإن أحسننا الاستخدام أصبحت من النعم التي تستحق أن نشكر الله عليها. من هذه النعم، هذه التقنيات، نعمة الجوال. نعمة الجوال الذي أصبح في
أيدي وفي متناول كل واحد منا، فلا يكاد يخلو جيب واحد منا من هذه النعمة إن كانت نعمة، ولا يكاد إنسان الآن يسير في أي مكان إلا وهو يستخدم هذه التقنية. ما الذي دفعني للحديث عن الجوال؟ منذ عدة ليال وفي ساعة متأخرة من الليل، متصل يتصل في الساعة الواحدة، في الواحدة ليلا، من الذي يستقبل مكالمات في مثل هذه الأوقات؟ كرر الاتصال مرة تلو المرة تلو المرة، وصلت والله إلى 10 مكالمات متتالية. كان يكفي أن يتصل مرة واحدة، فإذا لم يجب عليه فليعلم أن الطرف الآخر إما نائم وإما مشغول. ثم أرسل رسالة بعد 10 مكالمات متواصلة، أرسل رسالة قال هذا جوال فلان، فرديت عليه قلت نعم لكنه نائم، قلت نعم لكنه نائم، ما كان باقي إلا أنه يرسل أيقظوه، ما كان باقي إلا أنه يرسل أيقظوه. والله يا إخوان داوم الاتصال بعد أن رديت على رسالته، هل هذا من الأدب أو من حسن الاستخدام؟ بعضهم يهدد إن لم تجب على مكالمته أو على رسالته، والله العظيم وصل الأمر إلى التهديد، كأننا مطالبون أن نرد على كل مكالمة، كأننا مطالبون أننا نرد على كل مكالمة وعلى مدار الساعة في كل الأوقات بدون مراعاة لمشاعر بالليل أو مشاعر بالنهار. أحدهم قال إن لم ترد علي سأنتحر، وآخر قال أنا سأنتكس، وإذا انتكس سأتعلق في رقبتك يوم القيامة وأنا ألاحق المنتكسين في كل مكان. وهل من وظيفتي أو وظيفة الدعاة أو وظيفة الناس مطاردة المنتكسين في كل مكان؟ كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة. بل والله تعدى الأمر إلى أكثر من هذا، بعضهم كتب في رسالته لو أننا كنا نتصل على المطربين والمغنيين لردوا علينا، لو كنا نتصل على المطربين والمغنيين لردوا علينا. سبحان الله، أما ترون أن التقنية والنعمة أصبحت نقمة وأصبحنا نسيء الاستخدام في كثير من الأشياء؟ لا تظن أن التقنية ستقف، لا تظن أن التقنية ستقف، التقنية ستتقدم يوما بعد يوم، إما أننا نماشي الركب أو سنظل في قطار المتخلفين. كاميرا الجوال صنعت في مجتمعاتنا عجب العجب، كاميرا الجوال صنعت في مجتمعاتنا عجب العجب. إذن ماذا سنصنع بعد فترة ليست بالطويلة، حين تصبح المكالمات صوت وصورة؟ ماذا سنصنع حين تصل المكالمات وهي قادمة إلينا لا محالة، وهي قادمة إلينا لا محالة؟ التطور لن يقف، لكن باقي كيف نتعامل مع هذا التطور؟ كيف نؤسلم هذه الأجهزة ونستخدمها لاستخدام اللائق والاستخدام الصحيح؟ لذا وجب التنبيه ووجب التحذير حتى لا تنقلب النعم إلى نقم، حتى لا تنقلب النعم إلى نقم. فالتطور لا يقف، مما يجب مراعاته حين استخدام أجهزة الجوال الاقتصاد في المكالمات. بعض الناس تصل فاتورته إلى 2000 و3000 ريال، راتبه قد تتعدى فاتورة الجوال قيمة الراتب، قد تتعدى فاتورة الجوال دخل الرجل أكثر من راتبه. كلام يا إخوان بآلاف الريالات، ندفع فاتورة لكلام بآلاف الريالات؟ ما أحوج والله الفقراء والمحتاجين لمثل هذه الريالات.
خير الكلام ما قل ودل. الجوال نعمة لحاجة، تتصل لحاجة وتحدد 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 السؤال. بعضهم يتكلم فيما لا داعي له، ما هي أخبارك وأخبار فلان وماذا فعل كذا وماذا فعل كذا، دقائق معدودة، بل قد تجد قد تصل المكالمات إلى ساعات، ثم النتيجة قطعا للخدمة وانتظار لاسترجاعها مرة ثانية. أعرف من بلغت فاتورته 60,000 ريال، أعرف من جاء يستعين لسداد فاتورته 60,000 ريال. لماذا وعلى ماذا أصلا؟ وهل يستدعي الكلام أننا ندفع مثل هذه الآلاف المؤلفة من الريالات؟ الله الله، خير الكلام ما قل ودل. ثم مما يجب مراعاته الحذر من إحراج المتصل عليه. بعضهم يتصل ويقول ما عرفني، بعضهم يتصل علي ويقول لي ما عرفني، والله ما عرفتك. ثم يقول أفا كيف نسيتني؟ طيب أنا إنسان والإنسان ينسى. قال طيب ليش ما تخزن رقمي؟ طيب الجوال عندي ما امتلأ، وهل أنا مطالب بتخزين كل من يتصل علي؟ إذن أحتاج إلى دواوين ودواوين حتى نسطر كل هذه الأرقام. ما عرفني، هذا ليس من الأدب. الأدب السلام عليكم ورحمة الله أنا فلان. الأدب حين الاتصال السلام عليكم ورحمة الله أنا فلان. ومن أدب الذي يتصل ويتصل عليه كلمة ألو، هذه ليست في قاموسنا. كلمة ألو هذه ليست من قاموسنا، بل هي من قاموس الكفار. ما أجمل أهلا مرحبا السلام عليكم، عبارة من العبارات التي تخرج من عاداتنا ومن تقاليدنا. إذن الأدب السلام عليكم أنا فلان، دون عرفتني أو لم تعرفني ولماذا لم تخزن رقمي. مما يجب أيضا مراعاة حال المتصل عليه والتماس العذر له، إما مريض إما نائم إما مشغول إما تعبان، قد يكون في مكان عام لا يستطيع أن يرد على كل المكالمات. ثم اختيار الأوقات المناسبة للاتصالات، بعد العاشرة ليلا، بعد العاشرة ليلا ما داعي الاتصالات، أو ظهرا ساعة المقيل، ما هو الداعي إلى مثل تلك المكالمات. ثم بعضهم يتصل عشرات المرات المتتاليات، مكالمة واحدة تكفي. إن كان المتصل عليه عنده فرصة أنه يرد عليك، بعد اتصال واحد سيرد عليك. أما تكرار الاتصال عشرات المرات، ترى أن هذا من الأدب أو من حسن الاستخدام؟ يقول لي أحدهم في رسالة له بعد 10 مرات، يقول تبا لك ولكل الدعاة. متصل علي يا إخوان 11 و12 ليلا بعد 10 مرات مكالمات، يقول تبا لك ولكل الدعاة. لو اتصلنا على مغنيين أو ممثلين لأجابونا، هذول وظيفتهم مطاردة المعجبين والمعجبات، هؤلاء وظيفتهم متابعة المعجبين والمعجبات والساقطين والساقطات. وأحدهم ذيل رسالته قائلا من تواضع لله رفعه. ماذا تفهم من هذه الرسالة؟ ماذا تفهم من هذه الرسالة؟ مما يجب مراعاته أيضا أدب المسجد حين ندخلها. الآن سبحان الله في كل يوم وفي كل صلاة، وأصبح الأمر متكرر، موسيقى وألحان. تعدت القضية الآن قضية اتصالات أو نغمات في المساجد، أصبحت أغاني ترتفع في مساجدنا في كل مكان، في كل صلاة وعند كل نداء. بكى أحد كبار السن في المسجد مرة. والله يا إخوان، نحن نصلي في الصلاة في الركعة الثالثة أو الرابعة، انطلقت أغنية في المسجد، أغنية بكل ما تعني الكلمة، المغني يغني
ليست موسيقى لأغنية لكن مغني يغني. هذا الذي انطلقت من جيبه ما كلف نفسه أنه يوقف هذه الموسيقى وهذه الأغنية في المسجد. يظن بعضهم أنه من المصلحة عدم الحركة في الصلاة لإطفاء هذا الجوال، بل المصلحة لا بد من الحركة إن كانت في مصلحة الصلاة. فيترك الجوال نقمة تلو النغمة وصوتا تلو الصوت ومكالمة تلو المكالمة دون أن يكلف نفسه أن يغلق أو يسكت هذا الجهاز. الشاهد يا إخوان أنه انطلقت أغنية بكل ما تعني الكلمة بموسيقاها وألحانها، بدل لم يبقى إلا أن يتراقص المصلون بدل أن يركعوا أو يسجدوا. بعد أن انتهت الصلاة بكى أحد الشيوخ والله في حضرتنا في المسجد، قال والله ما سمعت الأغاني خارج المسجد، والله ما سمعتها خارج المسجد، والآن بدأنا نسمع الأغاني في المساجد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما عليه، قد أنسى الجهاز مفتوح مرة، لكن كل مرة أدخل المسجد جهازي مفتوح. ثم هناك نغمات تخل بالمروءة، في نغمات تخل بالمروءة، لا ينبغي للمصلي أن يحمل مثل هذه النغمات. بعض النغمات والله إنها مؤدبة وتنم عن وتدل على صاحبها، حتى لو انطلقت في المسجد ترى أنها مؤدبة، لكن موسيقى وألحان وتراقص وميلان في المساجد، فهذا والله من سوء الأدب مع بيوت الله. نسأل الله العفو والعافية. مما انتشر أيضا تسجيل المكالمات، يتصل فلان فيبدأ بتسجيل مكالمته، أو أنه يضع مكبر الصوت حتى يسمع الحاضرين، ثم من سوء الأدب اسمع ماذا يقول له ايش رأيك في فلان، فلان جالس، قد يكون بينه وبين فلان خصومة، أو يكون بينه وبين فلان أي أمر كان، ثم يقول له في حضرة ذاك ما رأيك في فلان، أليس هذا من تقطيع الأرحام ونشر العداوة والبغضاء بين الناس، أليس هذا من النميمة والعياذ بالله. ثم بعضهم قد يسجل صاحبه فلا يلبث أن يسمع صوته على شبكات الإنترنت، يتناقلون صوته ويتناقلون كلامه هنا وهناك. خيانة وتضييع للأمانة. فإذا سجل المكالمة دون إذنه فهذا مكر وخديعة، فإذا نشرها فهو زيادة في الخيانة وهتك للأمانة. مما أيضا انتشر وبدأ واضحا، عنده جوال لكنه يريد استخدام جوالات الآخرين، عنده جوال يحمل جوالا في جيبه لكنه يريد استخدام جوالات الآخرين. سبحان الله، واحد يقول اكتشفت فاتورتي قيمتها بمئات الريالات زيادة على استخدامي أنا، وتدخل فيها أرقام ليست من اتصالاتي. فإذا هي صاحبي في المكتب دائما إذا وجد جوالي على طاولتي بدأ في استخدامه. هل هذا من حسن الأدب أم من سوء الأدب؟ وبعضهم مفلس طوال العام، وبعضهم مفلس طوال العام، لا يريد الاتصال على الآخرين. ماذا يفعل؟ يتصل نغمة واحدة ثم يغلق، معناها اتصل علي أنت، معناها اتصل علي يا أنت. وشاعت هذه بيننا اليوم، شاعت مثل هذه المكالمات وهذه الاتصالات بيننا اليوم. أما الطامة العظمى تعاملنا مع جوالات التي تحمل الكاميرا، أما الطامة العظمى فهي تعاملنا مع تلك الجوالات التي تحمل الكاميرات. كم من القصص، كم من الآهات التي انتقلت هنا وهناك بسبب سوء استخدام هذه الكاميرات في زواجات، في احتفالات، في أشياء كثيرة، بل وصل الأمر إلى هتك الأستار والأعراض بسبب هذه الكاميرا. اتصل علي أحدهم ليلة يبكي. تذكرون
حادث الباص الذي في الرياض تحت النفق، كان في يوم مطر شديد وانزلق باص البنات تحت النفق، واحتاجت أولئك البنيات إلى من يسعفهن، فجاء الشباب، جاء الشباب وتبا لأمثال هؤلاء الشباب، بدل أن ينقذوا بنيات المسلمين بدأوا في تصويرهن على حالات ما يعلم بها إلا الله، بدأوا بتصوير بنيات المسلمين على حالات لا يعلمها إلا الله، هذه تكشفت وهذه تعرت وهذه سقطت وهذه حالها لا يعلم بها إلا الله، وبدل أن يستر أبناء المسلمين على المسلمات بدأوا بتصويرهن، بدل أن يستروا على بنيات المسلمين الصغيرات بدأوا بتصويرهن. يقول لي هذا باكيا بينما أنا أقلب على صفحات الإنترنت، وجدت صورة أختي على صورة مخلة للأدب، وجدت صورة أختي على صورة مخلة للأدب، هذا الذي صورها، هذا الذي صورها، أيرضى أن تكون أخته؟ أيرضى أن تكون قريبة من قريباته؟ فماذا أصابنا؟ ماذا أصابنا حتى وصلنا إلى هذه الحال؟ وبدأنا نهتك أعراض المسلمين في كل مكان بكاميرات وتصويرات ما أنزل الله بها من سلطان، تبا للتقنية إن كانت ستوصلنا إلى هذا الحال، تبا للتقنية وتبا للذين يحملونها إن كانت ستوصلنا إلى مثل هذا، إلى مثل هذا الحال من هك الأسار وهك الأعراض والتعدي على الآخرين. هكذا بلغ الاستهتار بالشباب اليوم، هكذا بلغ الاستهتار بالشباب اليوم حين أساءوا الأدب ولم يراقبوا الله في مثل هذه التقنيات. مما يجب مراعاته أدب الرسائل، أدب الرسائل التي بدأ الناس يتناقلها هنا وهناك، بعضها مؤثر وبعضها مدمر، بعض الرسائل مؤثر وبعض الرسائل مدمر، والعياذ. حين تنقل أخبار لا بد من التثبت من صحة هذه الأخبار، حين تنقل خبرا من الأخبار عن موت فلان أو عن حياته لا بد من تثبت هذه، من تثبت هذه الأخبار، مات فلان، حياة فلان، ثم يتضح بعد حين أن هذا كذب، أن هذا كذب وافتراء، فلا بد من التثبت حين نقل، حين نقل الأخبار. بعض الأخبار، بعض الرسائل تنقل بدع وخرافات، بعض الرسائل تنقل بدعا، تنقل بدعا وخرافات، منها ما بدأ يتناقله الناس منذ أيام عن رجل رأى رؤيا في المنام ومن قال كذا وكذا، ولا بد أن يرسل هذه الرسالة إلى 10 أو سيصيبه كذا وكذا، إن لم ينقل هذه الرسالة إلى 10 من أهل الجوالات سيصيبه كذا وسيحدث له كذا، وإن فعلها ونقلها سيصيبه من الخير كذا وكذا، هذا تدخل في خصائص الألوهية والعياذ بالله. هذه الرسائل طعن في التوحيد وتدخل في خصائص، في خصائص الألوهية، نسأل الله العفو، العفو والعافية. فبدأنا ننقل خرافات وبدع وضلالات كقول بعضهم، سبحان الله، قد يدخل من التواصي في الحق لكنه من البدع، صوموا آخر يوم من العام لأنه يصادف يوم الأثنين، صحيح هو يوم الأثنين، لكن هل في صيام آخر العام فضيلة؟ أبدا والله. فأصبحنا ننقل عبر جوالاتنا بدع وخرافات وضلالات ما أنزل الله بها من سلطان. ثم مما يجب أن ننتبه إليه، بعضهم يرسل إليك رسالة ويقول أمانة في عنقك إلى يوم القيامة لابد ترسلها إلى 10، أمانة في عنق ولن أسامحك، لابد أن ترسلها، أن ترسلها إلى 10. لماذا تلزمني بمثل هذا؟ لماذا إلزام الآخرين بمثل هذه، بمثل هذه الأمور التي لم ينزل الله بها من سلطان؟ بعض الرسائل تشتمل على كلمات بذيئة ونكات سخيفة وصور قبيحة وصور فاضحة ليست من طبع المسلمين ولا من عاداتهم ولا من تقاليدهم. ثم بعضنا وقد تهاوننا في مثل هذه الأشياء، بدأنا نقول نكاتا، نكتة عن أقوام وعن أجناس، قوم من الناس فعلوا كذا وقوم من الناس فعلوا كذا، ثم يستقبلها الآخر بضحك وابتسامة دون إنكار على الطرف الآخر. إن أرسل لك من يستهزئ بأقوام أو بأجناس من البشر، أما قال الله لا يسخر قوم من قوم؟ أما قال الله لا يسخر قوم من قوم؟ فما بالنا
نسينا تعاليم قرآننا ونسينا كثير من المبادئ التي تعلمناها والأصول التي تأدبناها. فإذا أرسل إليك مرسل بمثل هذه الرسائل قل له اتق الله، وليس من ربع المسلمين السخرية والاستهزاء بالآخرين. أيضا بعض الناس يأخذ جوال الآخر ويبدأ باستعراض رسائله، يبدأ باستعراض رسائل الآخر. طيب هذه أسرار، هذه أسرار، قد تكون هناك رسائل من زوجتي، من قريبي، من كذا من كذا، لا أحب أحدا أن يطلع عليها، فلا بد من مراعاة مشاعر الآخرين. اسمع، مثل التطفل على جوالات الآخرين، حتى تطفل الزوجة على جوال زوجها بعض الأحيان قد يوصل إلى مصائب. كان عندنا محاضرة مرة من المرات باسم أمي، محاضرة بعنوان أمي، نسقها أحد الشباب بارك الله فيه. ثم بعد المحاضرة في نفس ليلة المحاضرة أرسل لي رسالة يقول لي ما رأيك بمحاضرة بعنوان يا ولدي، أرسل لي في نفس الليلة رسالة يقول فيها ما رأيك بمحاضرة بعنوان يا ولدي. قمت أنا رسلت له رسالة قلت له إيش رأيك في أختي، إيش رأيك في أختي بهذه العبارة. من اللي فتح الرسالة؟ فتحتها زوجته، قالت وشو اللي يعرض عليك أخته، ما الذي جعله يعرض عليك أخته، وجعلت تسب وتلعن وتقول أشياء، نسأل الله العفو والعافية، لأنها تدخلت فيما لا يعنيها، لأنها تدخلت فيما لا يعنيها. فالتطفل على أمور الآخرين ليس من الأدب، التطفل على أسرار الآخرين ليس من الأدب. مما يجب أن نفعله الإنكار على كل من يرسل رسالة لا تليق وتخل بالأدب. لا مجاملات على حساب الدين، لا مجاملات على حساب الدين. أما مكالمات ورسائل المعاكسات فحدث ولا حرج، أما مكالمات ورسائل المعاكسات فحدث ولا حرج. أخبركم عن البلوتوث وماذا صنع بنا، أخبركم عن الدمار الذي حل بمجتمعاتنا بسبب هذه التقنيات. السبب أننا لم نؤسلم هذه التقنيات ونستخدمها للاستخدام الصحيح كما يريد الله منا. البلوتوث إما دعوي وإما تخريبي، البلوتوث إما دعوي وإما تخريبي. في باص في مطار جدة، عندنا رحلة، وفي مطار جدة لابد أن تركب الباص من الصالة حتى الطائرة، ليس كمطار الرياض أو مطار الدمام. فركبنا في الباص، وفي الباص مجموعة من الشباب ومجموعة من الفتيات، وأنا وصاحبي في وسط الباص. سبحان الله، عجيب أمر الفتيات وهن ينزلن ويحملن الجوالات في أيديهم، عجيب والله أمر الفتيات وهن ينزلن ويستعرضن جوالاتهن بأيديهن أمام مرأة ومسمع من العالم. لماذا تحمل الفتاة الجوال؟ وإذا حملت، أما كان المفترض علينا أننا نراقب هذا الجوال ماذا يستقبل وماذا يرسل؟ أليست هذه أعراض؟ والمفسدة واقعة في كل مكان، سبحان الله، قلة الأدب أصبحت في كل مكان. الشباب في مؤخرة الباص والفتيات في مقدمة الباص وأنا وصاحبي في وسط الباص. فصاحبي عنده جهاز يستقبل البلوتوث، فقال لي جاءتنا رسالة أستقبل؟ قلت استقبل. قال جاءتنا رسالة عن طريق البلوتوث أستقبل؟ قلت استقبل. سبحان الله، هو أرادها هناك لكنها ذهبت إلى مكان آخر، فاستقبلناها. اسمي فلان يا حبيبتي، وليس لي عندي وقت للحب والغرام، لكني عندي وقت لكذا وكذا، ليس عندي وقت للحب والغرام، لكن عندي وقت لكذا لكذا وكذا، والرقم في وسط الرسالة. سبحان الله، كأنه شعر أن الرسالة وصلت إلينا ولم تذهب إلى الفتيات. فنكس رأسه حياء، كان الأولى أن يستحي من ربه قبل أن يستحي مننا. فقام إليه صاحبي وأعطاه شريط، قام إليه صاحبي وأعطاه شريط. عند الإشارات اليوم، وقف عند الإشارات وافتح جهاز البلوتوث، ستجد أنه يستقبل من كل
من كل مكان. يا إخوان ماذا يحدث بنا؟ وإلى أي درجة وصلنا من الضياع عبر هذه التقنيات التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ كاميرات وتصويرات وأمور لا يعلمها إلا الله، ثم الأدهى والأطم متابعة التقنية كل يوم، كل يوم جهاز جديد، كل يوم عنده جهاز جديد. ما تغيرت الأجهزة في الأسواق إلا بدأ بشراء جهاز جديد، وهكذا يواكب التطور في كل مكان. مكالمة غيرت مجرى حياة إنسان. مرة من المرات أنا في مجلس من المجالس، وفي الساعة 11 ليلا اتصل متصل، فرديت عليه قلت نعم. قال لي فهد ترى البضاعة جاهزة. قال لي فهد ترى البضاعة جاهزة وسكر. قلت البضاعة جاهزة، ايش يبغى هذا؟ انا مش فهد اصلا. ما رديت عليه. اتصل بعدها بدقائق معدودة قال اقول لك البضاعة جاهزة، تبغى ولا ما تبغى؟ قلت له انا بطلت. هو الان ما يدري ان انا مش فهد. قلت له انا بطلت. قام اتصل علي مرة ثانية قال وشو بطلت؟ انت البارح معاي طول الليل، الان شب اقول لك البضاعة جاهزة. قمت رسلت لي رسالة قلت بكم؟ قال انت تعرف الاسعار. الى ان قال لي 2500 علشانك، 2500 علشانك. وانتهت بيني وبينه المكالمات على مثل هذا. فارسلت له رسالة يوم ان ذهبت الى البيت، ارسلت له رسالة اذكره بالله. قال ايش فيك يا فهد تغيرت؟ معقول سبس ما بين يوم وليلة؟ أنت البارح معي تتعاطى وتفعل كذا وكذا. فأرسلت له قبيل الفجر رسالة ثانية أذكره فيها بالله، وأن هذا طريق خراب وطريق دمار. ثم اتصل اليوم الثاني قال لي أنت مش فهد، أنت لست فهد. قلت أنا مش فهد، لكن هذا الطريق الذي تسير عليه ليس بطريق صحيح. والله يا إخوان بعد أخذ وعطاء أخذ يبكي ويشتكي، ثم بدأ يفتح عما في نفسه وكيف سلك هذا الطريق عبر فلان وعبر فلان، وكيف عندهم شبكة للتوزيع عبر طريق الاتصالات والمكالمات والرسائل. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا يضيع أبناء المسلمين. أبشركم أنه قد تاب بسبب رسالة ذكرناه فيها بالله. وعاد اتصل علي منذ فترة ليست بالطويلة يقول والله أنه عندي عروض بمئات الآلاف من الريالات حتى أروج المخدرات لهم مرة ثانية. عندي عروض والله بمئات الآلاف من الريالات حتى أروج المخدرات لهم مرة ثانية، لكن والله لن أرجع إلى هذا الطريق مرة ثانية، لن أرجع إلى هذا الطريق مرة ثانية. فقد جربت الضياع ما فيه الكفاية، وآن الأوان أن أرجع إلى طريق الحق وطريق الصواب. إذن التقنية إما نعمة وإما نقمة، إما أننا نستخدمها الاستخدام الصحيح فننفع أنفسنا وننفع الآخرين، وإما أن تكون وبالا ودمارا علينا وعلى الآخرين. كل يعمل على شاكلته، كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لا على إحسانه، الشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد أحبتي، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. بالأمس والأيام الماضية القليلة بدأ عدد المصلين في صلاة الفجر يتزايد، بدأ
عدد المصلين في صلاة الفجر يتزايد. ما ظنكم السبب؟ ما ظنكم السبب؟ السبب أن الاختبارات والامتحانات على الأبواب. السبب أن الاختبارات والامتحانات على الأبواب، فبدأت البيوت تدفع أبناءها إلى المساجد. بدأت البيوت تدفع أبناءها إلى المساجد، لكن أليس هذا يدخل في قول القائل صلى وصام لأمر كان يطلبه؟ لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. نعم نفرح لزيادة أعداد المصلين، لكنهم لن يلبثوا أن يعودوا إلى ما كانوا عليه، لن يلبثوا أن يعودوا إلى صفوف المتخلفين والنائمين بعد انقضاء الاختبارات والامتحانات. سبحان الله، إقبالهم على المساجد دليل فطرة سليمة أن التوفيق بيد من؟ أن التوفيق بيد الله تبارك وتعالى. الكل يعرف الصغير والكبير، لكن حتى يعرفك الله في الشدة لابد أن تعرف الله في الرخاء. حتى يعرفك الله في الشدة لابد أن تعرف الله في الرخاء، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. سبحان الله، هم الاختبارات دخل كل البيوت الآن، وانقلبت موازينها رأسا على عقب، فأصبح النوم يختلف وساعات الطعام تختلف. يا إخوان، هناك هم أعظم من هذا الهم، هناك مسؤولية أعظم من هذه المسؤولية. هم اليوم الآخر وهم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. اختبارات الدنيا إن لم ينجح الإنسان فيها عند فرصة ينجح مرة ثانية. الذي لا ينجح في اختبارات الدنيا اليوم عند فرصة أنه يعيد الكرة مرة ثانية وثالثة، لكن إذا ظهرت النتائج هناك أنه من الخاسرين. إذا ظهرت النتائج هناك أنه من الخاسرين، كيف يكون التعويض؟ وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. اجعل الهم هما واحدا. من جعل الهموم هما واحدا يعني هم الآخرة، كفاه الله هم الدنيا وهم الآخرة. أقبل على الله في سائر الأوقات وفي سائر الأعوام، وتعلم فن الدعاء بالليل وفي الصباح وفي المساء. ثق تمام الثقة، ستقضى الحاجات وتقال العثرات وتمحى السيئات والخطيئات، لكن ليس أن نعرف الله في أوقات ثم ننساه في أوقات أخرى. الله الله بالمحافظة على الصلوات في كل حين. الله الله بترك السهر. بعض الطلاب ينقلب الليل عنده نهار والنهار ليلا، ويطيل السهر حتى يستطيع مراجعة مواد الاختبارات. أقول الاختبار يحتاج إلى تهيئة من بداية العام. الذي فرط يا إخوان من بداية العام هل يستطيع أن يستدرك ما فات في يوم أو يومين؟ الذي فرط من بداية العام هل سيستطيع أن يستدرك ما فات في يوم أو في يومين؟ ثم إياك وإياك أن تفكر بالغش أو وسائله. إياك ثم إياك أن تفكر بالغش ووسائله. فيكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وإن غاب الرقيب في صلاة الاختبارات فتتمام الثقة أن الله يراك. فلا تعن فلان وفلان على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى. فوض الأمر لله. ادخل القاعة وأنت متوكل على الله، لا على نفسك أنت. وإذا خرجت مهما كانت النتائج كن راضيا عن الله. إذا خرجت من قاعة الاختبارات مهما كانت النتائج كن راضيا عن الله، وثق تمام الثقة أنك لن تنال إلا ما قسم الله لك. لكن من جد وجد، ومن زرع حصد. الله الله، لا تجعل القضية أكبر مما هي عليه. القضية اختبارات وامتحانات ستنتهي، والأمر والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. بعضهم سيتخرج بدرجات عالية وبشهادات عالية، لكنه لن يوفق إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى.
وبعضهم أمي لا يقرأ ولا يكتب، ويفتح الله له من أبواب الخير ما الله به عليم. السر في المحافظة على الصلوات، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. اللهم وفق أبناءنا وفتياتنا في اختبارات الدنيا واختبارات الآخرة. اللهم استر علينا وإياهم بسترك، والطف بنا وإياهم يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اجعلنا يا ربنا من الراشدين، آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، كلهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، اجمع شملنا وحصتنا، اصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام يا ذا الجلال والإكرام. اكبت عدوك وعدونا، انهم لا يعجزونك ولا يخفون عليك يا قوي يا عزيز. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.